ردود فعل واسعة رافقت نشر الشريط الذي يظهر عملية قنص شاب فلسطيني على الحدود مع قطاع غزة. وزراء في الحكومة الإسرائيلية أشادوا بالجنود الذين أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني ورفضوا إدانتهم. أن تجلس في تل أبيب وتحكم على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يدافعون عن الحدود ليس أمرا جديا، فنحن أرسلنا الجنود إلى هناك للدفاع عن أنفسنا، وهذا ليس بالأمر السهل. الجيش الإسرائيلي سارع إلى إصدار بيان أشار فيه إلى أن الشريط صور أواخر العام الماضي وأنه يحقق في صحته، وقال إن رصاصة واحدة أطلقت باتجاه أحد المشتبه بهم وأنه أصيب في ساقه، رغم أن الشخص الذي يسمع صوته في الشريط يتحدث عن إصابة الفلسطيني في رأسه. وتزامن نشر الشريط مع الأحداث الأخيرة على الحدود مع قطاع غزة ومقتل 30 فلسطينيا وإصابة المئات بجروح أثناء المظاهرات التي دعت إليها فصائل فلسطينية على طول خط الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل التي أطلق عليها الفلسطينيون مسيرة العودة استعدادا لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في 15 من الشهر المقبل. المتحدث باسم منظمة بيت سلم الإسرائيلية أشار إلى أن هذه الممارسات هي جزء من الاحتلال الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين وليست حادثا عابرا. ليس الجيش فقط، فالاحتلال هو السبب، إذ أن احتلال شعب آخر لأكثر من 50 عاما يتطلب قمع هذا الشعب، والقمع يقوم على تبرير العنف، والمجتمع الإسرائيلي أصبح معتادا على ممارسات تعتبر لا أخلاقية. وأدان سياسيون عرب وإسرائيليون قواعد إطلاق النار التي يصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوده. هذا الجندي القاتل هو ابن شرعي للاحتلال وللمؤسسة الرسمية. عندما يصرح رئيس الحكومة ووزراء الحكومة بدعم هذا الجندي القاتل والاستهتار بحياة الفلسطيني، فهم يعطون ضوءا أخضر لمثل هذه الجرائم، حتى لو قدم للمحكمة ستكون محكمة صورية، لأن عمق المشكلة تكمن بالاحتلال وعقليته. ويتزامن نشر الشريط مع تصاعد التوتر على الحدود مع قطاع غزة، إذ يعتزم الفلسطينيون في القطاع تنظيم مظاهرة قرب الجدار الجمعة المقبل للأسبوع الثالث على التوالي. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيحقق في الشريط، لكن مقارنة بحوالي السابقة فإن هذا التحقيق لن يؤدي إلى الكثير. البعض هنا في إسرائيل يشير إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الجنود الذين أطلقوا النار، بل على عاتق المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين أقروا قواعد إطلاق النار. أسامة كرماوي، BBC، من أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.